السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. قالت الفنانة المتميزة الجميلة رانيا يوسف عن إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والتي نالت إشادة الكثيرين: البعض أكد أنني كنت صاحبة أفضل إطلالة، آخرون توقعوا أنني سأرتدي ملابس كاشفة، ولكن هذا الأمر حدث مرة واحدة ولن يتكرر مرة أخرى. وكانت رانيا يوسف قد أثارت جدلا واسعا في افتتاح الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي بعدما ارتدت فستانا فاضحا يشبه المايو، وتعرضت بسببه لانتقادات حادة وهجوم شرس، وصل إلى تقديم بلاغات ضدها تتهمها بالإخلال بالذوق العام والتحريض على الفجور. وبسؤالها عن الكوميكس المتداول على السوشيال ميديا والذي يقارن بشكل ساخر بين صورة لها من حفل الافتتاح وأخرى لبطة سوداء ترتدي فستانا مشابها لها، أجابت رانيا: قمت بنشر هذا الكوميك بنفسي وسخرت من نفسي. وعن رأي ابنتيها في إطلالتها بحفل افتتاح المهرجان الذي أقيم الأربعاء قبل الماضي، قالت: هما من أوائل الناس الذين آخذ رأيهم، قالت لي إنني كنت رائعة. وعن هجوم الراقصة الاستعراضية سما المصري ضدها وسخريتها من إطلالتها في حفل الافتتاح، قالت: لا أعلم ماذا تعمل سما المصري وما هي وظيفتها. وبشأن أعمالها الجديدة، قالت: أنتظر عرض مسلسلي مملكة إبليس والآنسة فرح قريبا، كما أنني سأدخل تصوير فيلم صندوق الدنيا الجمعة الماضي. مختتمة: أقرأ أكثر من سيناريو حاليا للمفاضلة بينهما من أجل المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.